والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، افتتح صباح اليوم مركز خليفة للاستكشاف بالجامعة، والذي يعد بوابة لإعداد كوادر مواطنة مؤهلة للتعامل مع التقنيات الدقيقة والهندسة الإلكترونية. في هذا الحدث التقينا المنسق العام لمركز الاكتشاف الآنسة أمان السعدي. مركز الاستكشاف بيكون مخصص تكلم عن المايكرو بروسيسرز أو الرقائق اللي تكون موجودة داخل الكمبيوترات، كيف تصنع، شو المواد اللي تصنع منها وطريقة عملها. الهدف الرئيسي عندنا هو توعية الطلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية، لأن المواضيع اللي يدرسونها كيف ممكن تطبق في الأجهزة اللي يستخدمونها يوميا، الشيء اللي يزيد اهتمامهم بدراستهم، وإن إذا في حد منهم مهتم بأنه يدرس هندسة خصوصا هندسة إلكترونية ممكن يجي عندنا أو ينتقل لأي جامعة في الدولة ممكن توفر لها دراسة.